تاع كاس افريقيا مع ثابت جاب لنا برشا تقييم، ولكن كلمه الحارت ونمشي لثابت. انا راه حسب الخبره نتاعك والشيء اللي عشته في المنتخب الوطني التونسي. لا بصفه عامه كجوار ولا كونترونر رايي ما تنجمش تصلح الكره بالكيم ناسيونال. صح. فو بروبليم نحكيو فيها. راهو تصلح الكره بالليزيكيب. تصلح الكره في الكاليتي تاع لي جوار كيفاش باش تخرجها. في الفورماسيون، في كي ستيل دو جوار، في لي بلون دو جو كيفاش الجمعيات لازمها تلعب. مش بعد انت تقى المنتوج. ماشي احنا توا قاعدين العكسين نمشيو بالكيم ناسيونال نصلحوا لها قلوب. نظريه الهرم المقلوب. والله سي يوسف عباد راه ولات ترجع الفوتبول اماتور. قلوته بيان سور. توا فرنسا والمانيا الناس ولات ترجع تبازي في فلوسها على الفوتبول اماتور. خاطر هذاك هو الباس. علاش سي يوسف؟ قال لك ريت الولاد الصغار 80 90% مش كي يخرج قبل ما يدخل في الاكاديمي ولا في كيب يبدا في كيبات اماتور من الاول. كي انت ما تعطيش لي مويان ما تحطش لي فورماتور اللي موجودين غاديك مش يطلع لك ابار لحي لي دون الموهبه هذيك الموهبه بطبيعتها مش تكونوا انت مازال اماتور بس بعد تلقى انت في ليكيب في ليكيبات ما تنجمش تلقى باسك احنا في بالنا بالكيم ناسيونال مش نصلحوها معناها لا صلاح للفوتبول نتاعها بالمقلوب معناها قاعدين نحكي.